انتزع تشيلسي الإنجليزي فوزا صعبا من ضيف دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا. وبهذا الانتصار رفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن متصدر المجموعة بورتو البرتغالي، بينما تجمد رصيد كييف عند 5 نقاط ليحتل المركز الثالث. The mental point of view was important. أنا فخور بأداء اللاعبين الليلة، لقد ظهرنا بمستوى جيد وتحلينا بالصبر عندما سجل كييف هدف التعدية. نحن الآن بموقف جيد وسنسعى للعبور إلى الدور القادم. وفي بقية نتائج مباريات الأمس، حقق برشلونة الإسباني فوزا سهلا على ضيف باتي بوريسوف البيلاروسي بثلاثية نظيفة، وتغلب روما الإيطالية على ضيف باير ليفركوزن الألماني بـ3 أهداف مقابل هدفين.